الثاني السكرتير العام للمؤتمر السيد الاستاذ الدكتور هويلة صادق استاذ تمريض صحه المجتمع وكيل مجلس تمريض الدراسات العليا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا جميعا بشفاعتك. الساده الحضور الاجلاء، معالي الاستاذ الدكتور علي شمس الدين رئيس جمعيه الجامعه وراعي هذا المؤتمر والداعي دائما لكليه التمريض، سياده الاستاذ الدكتور محمود عبد الصبور عميد الكليه ورئيس المؤتمر، سيادة الدكتور نصيف الهيثم مدير مستشفى الأطفال التخصصي بمدينة دمنا والمشارك ورئيس اللجان المنظمة على فعاليات هذا المؤتمر، أساتذتي وزملائي الأحباء، جميع أعضاء التدريس والهيئة المعاونة وأبناء الطلاب والخريجون، السادة العاملين بكلية وجميع السادة الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أقدم لسيادتكم وفر الشكر والتقدير لتشريفكم بالحضور للمشاركة والإقامة على فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لكلية التمريض جامعة بنها بالتعاون مع مستشفى الأطفال التخصصي بمدينة بنها بعنوان التقنيات الحديثة في التعليم والممارسات التمريضية، والذي أقيم تحت رئاسة الشرف أستاذ الدكتور عبد الرحيم شهرة العميد المؤسس والأب الروحي لكلية التمريض. أمنين من الله سبحانه وتعالى أن تدير فعاليات وتوصيات هذا المؤتمر على رفع المستوى للبحث العلمي في مجالات التمريض المختلفة والتي يكون له أثر مربوط على مستوى الأداء التمريضي الوظيفي. وأحب أن أوضح لسيادتكم أن هذا المؤتمر تم إعداده في خلال 3 أيام الصادقة فقط مثل تقدم الكلية لزيارة الجودة والاعتماد الأسبوع السابق، لذا أتقدم بكل الشكر والامتنان والعرفان الجميل لكل الجنود من زملائي وإخواتي وأعضاء التدريس والهيئة المعاونة وأبناء الطلاب والسادة العاملين بالكلية لما قدموه من دعم وجهد شاق لإقامة هذا المؤتمر بكلياتنا الحديثة. ربنا من الله عز وجل دعاء حضور كل دعاء الحضور وكل التوفيق والنجاح للكلية والجامعة لكل ما تقدمه من أنشطة لرفع العملية التعليمية والبحوث. وأخيرا وليس أخيرا لا ننسى قول الله سبحانه وتعالى الذي يحثنا دائما على العلم والعمل، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من عرق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.